والمزيد معنا عبر سكايب من ريف دمشق ياسر الدوماني الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام. مرحبا بك سيد ياسر. إذا جبهات كان النظام قد سيطر عليها وأحكم سيطرته عليها تعود قوات المنضوية تحت المعارضة لفتح هذه الجبهات لتسخين هذه الجبهات في جوبر مثل في المليحة وغيرها من المناطق. نعم صباح الخير. بالفعل هناك معارك ليس فقط في جوبر وبأكثر من منطقة في دمشق وريفها، هناك معارك لم تعلن عنها القيادة العسكرية المشتركة، لكن سننقل ما نقل عن الصفحات المؤيدة. هناك معارك بعد عين ترمة بالقرب من منطقة جرمانة، منطقة الدخانية. أعلنت الصفحات المؤيدة للنظام عن تحرير الثوار لبلدة الدخانية ومحاولتهم اقتحام بلدة جرمانة لأول مرة بتاريخ الثورة السورية لسيطرة الجيش الحر على منطقة الدخانية حسب ما نقلته صفحات المؤيدة. إعلام الثوار، إعلام القيادة العسكرية المشتركة، اختار ألا ينشر أي خبر عن الأوضاع والتحركات حتى تتم العملية العسكرية بحسب ما خطط لها، حسب ما يقول قائد القيادة العسكرية المشتركة زهران عبد العلوش. وأيضا هناك انتظار للتصاريح الرسمية، وما يتم نشره الآن هو بين الصفحات المؤيدة والمعارضة، وهناك حالة من الهلع والترقب والخوف في أوساط النظام. عندما نتكلم عن زيارة محافظ ريف دمشق لبلدة جرمانة وقائد الدفاع الوطني بعد سيطرة الثوار على تلك المنطقة القريبة من جرمانة أي الدخانية، وقطع الاتصالات يعطي أن لا تطمينات للأهالي في تلك المنطقة، آثر كثير من أهالي تلك المناطق على حزم الحقائب والمغادرة والنزوح، وافترجوا دوار البيطرة وجامع درار من الأزوار في باب شرقي. بالعودة لباقي التطورات، نعم ياسر، فقط السؤال قبل العودة إلى قبل أن تستمر في التطورات الميدانية في الريف الدمشقي، يعني مر الريف الدمشقي خصوصا مناطق مثل المليحة وسبقتها القلمون بنكسات تم فيها سيطرة القوات النظامية على هذه المناطق التي كانت تعتبر استراتيجية. الآن هذه النهضة، هذه أو العودة إلى مسك زمام المبادرة، إلى ماذا يعزى؟ أولا المعارك التي نشبت في العراق وتراجع دخول الميليشيات الطائفية العراقية وتراجع دخول اللبنانيين بسبب التوترات على القلمون أعادت ترتيب الأمور وأعاد الجيش السوري الحر ترتيب أموره، ولكن الأمر الأهم بكل ذلك هو القيادة العسكرية المشتركة. عندما توحد الثوار تحت قيادة عسكرية مشتركة مما دفعهم لي تطوير عملهم العسكري وأن يكون العمل أكثر استثماراً ودفعاً. طبعاً هناك معارك الحر والفر بين الجيش الحر وقوات الأسد. منطقة عين ترمة لم يتوقع النظام أن يدخلها أو يخوض معارك مع النظام في عقر داره. هناك استراتيجية جديدة سرية نتكلم من الزبداني وصولاً إلى عسال الورد ورنكوس وغيرها من القرى التي تقع جنوب يبرود محاصرة حزب الله والنظام في القلمون، موقع الجبال بحكم المنتهية عسكريا. يعني النظام لا يستطيع الوصول إلى الجبال، حشر المقاتلين في الجبال. نعم تسمعوني؟ معك أنا. نعم، وضع المسلحين والجيش الحر في الجبال مما دفعهم لأخذ أريحية. لا يستطيع النظام السوري أو حزب الله اللبناني السيطرة على منطقة الجبال. أيضا بالنسبة لحي جوبر الدمشقي، حي جوبر الدمشقي يسيطر الثوار على عدد من الأبنية، ومعركة الأبنية هي معركة أشبه بالمستحيل، ففتح أي معركة جديدة مع زج النظام في جوبر يدفعه إلى الانهيار. عندما تفتح جبهة والنظام تزج قواتي على جبهة يستحيل دخولها دفعة واحدة. معركة جوبر هي معركة أبنية، السيطرة على بناء تجربها إلى 10 أيام والبناء الآخر، فالنظام حشد قواته فدخله الثوار من مكان آخر بعد تشكيل القيادة العسكرية المشتركة واتباع استراتيجيات جديدة في القطاع. نعم، شكرا جزيلا لك ياسر الدوماني، كنت معنا من ريف دمشق الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام.